السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجي خفايا. الدكتور جمال السامرائي، دكتوراة في الصحافة والإعلام، رئيس جامعة لاهاي العالمية للصحافة والإعلام، أمين عام اتحاد الصحفيين العرب في الاتحاد الأوروبي، أمين عام المركز الثقافي العربي في هولندا، كاتب ومؤلف ل17 كتابا. أشرف على عدد كبير من رسائل الماجستير والدكتوراه باختصاص الصحافة والإعلام والاتصال والعلاقات العامة، عضو ارتباط بين القذافي والتار القومي في العراق، ومستشار سابق للعقيد القذافي لغاية عام 1995. طبعا يعني دكتور جمال، الحديث عن القذافي كثير طبعا، وخلال هذه الفترة التي شهدتها ليبيا، وخاصة في يعني ليس ليبيا، بالوطن العربي كما يسمى بالثورة الربيع العربي. لو قلت لك كونك مستشار للقذافي، نريد أن نتحدث عن شخصية القذافي، يعني ما هو تحليلك بالضبط لهذه الشخصية؟ القذافي بشكل عام، أنا أحكي لك قذافي من سنة 70 إلى 73، يختلف عن القذافي من 73 إلى 78. الفترة هذه يعني بعد خطاب زوار التاريخي، القذافي كان رجل وحدوي، رجل صادق كان، وكان حول كل الوحدويين العرب، يعني من كل البلاد العربية، كل التيارات القومية كانوا حوله موجودين. هو كان إنسان بسيط يعني. في عام 75 كان هناك موجودين تقريبا كل التيار العروبي كانوا موجودين في ليبيا. هذا بعد خطاب زوارة؟ اي نعم، عام 78 من صدر الكتاب الأخضر بدأ التصادم الفعلي حقيقة بين التيار العروبي بشكل عام وبين التيار العروبي في ليبيا. تعرفين ليبيا اللي استند القذافي هم التيار العروبي القومي، الضباط الأحرار كلهم قوميين كانوا في ليبيا، فصار تصادم داخل ليبيا حقيقة. فأعتقل هو كل التيار القومي العربي الليبي إن صح التعبير، اعتقلهم في قصر الملك موجود على جهة الشط، وقللهم كلمة واحدة اليوم بالكتاب الأخضر يرجع إلى منصبه. طبعا أغلبهم كانوا مناصبهم كوزراء مسؤولين بالدولة، والذي يرفض يعني لا ما أعدمهم، يعني هو ما عنده طريقة الإعدام المباشر إلا لاحقا، يعني مع التيار الإسلامي بدأ هو عنده طريقة، يعتقل ورميه بالسجن يعني احترازي وينسى 20-30 سنة، يعني مثل ما رمى آدم الحواس اللي هو وزير أول وزير دفاع كان في ليبيا، رمى في السجن إلى اليوم ما صيره مجهول يعني. يعني مصيره كان معروف لحد 85 ولا اختفت أخباره. طب هذه الشخصية المتلاعبة، نقول بين حين وآخر، في البداية أقول لك، هل فعلا أنه أمه يهودية؟ طبعا هناك كان معلومة وصلت عن طريق سفارة أوكرانيا، في امرأة عجوز اتصلت بالسفارة بوقتها فطلبت، قالت أنا أصير خالته، خالة القذافي، فنقلت من أوكرانيا إلى إيطاليا، وفي إيطاليا اختفت أخبار حقيقة. تعرفين وظيفة المستشار، احنا ما نتدخل في السياسة الليبية إطلاقا، يعني ما نتدخل في السياسة الليبية، بس لكوننا كنا قوميين وناصرين حينها كان يعني يعتمد علينا اعتماد كلي في أمور كثيرة جدا. قذافي تغير تغيير جذري يعني، وخصوصا بعد ما أسس الكتاب الأخضر مؤسسات ضخمة، يعني المؤسسات الضخمة اللي فيها كل مؤسسة ميزانيتها 7 مليار 10 مليار، يعني مؤسسات مش سهلة، وهذه المؤسسات كلها مؤسسات إعلامية إلها، يعني شعارات مثل في الحاجة تكمن الحرية فهمناه منه لاحقا بعد فرحلة طويلة، بس الشعار الذي لم نفهمه إلى اليوم، البقرة تلد والدينار لا يبيض، كيف هذا ما افتهمناه، وهي حاطيه في قطع في إعلانات في شوارع يعني. وبعدين في آخر لقاء لي معاه في شهر 10 لم تقل لي هل أمه يهودية؟ أنا لا أستطيع أن أجزم بهذا الشيء حقيقة، يعني أول من قال بأم اليهودية هو الإعلام العراقي، يعني حقيقة في بداية الحرب العراقية الإيرانية صدر كتاب في العراق أو كراس يعني حول الانقلاب السهل اللي قاده القذافي في وجود قاعدتين ضخمة، فقالوا عنه أمه يهودية. يعني أنا شفت أمه ووالدته، يعني
مرة بدوية وجهة مليان من النمش الشسم. قذافي تغير وصل إلى مرحلة الألوهية. قذافي كان يعتبر نفسه بأنه مرسل من السماء لهداية الشعب الليبي، كما قال في مؤتمر القمة بأنه الذي عقد، ولكن بعض القنوات لم تبث منه هذا الشيء، قال أنا أمير المسلمين. هو يعني قال أكثر من هذا، يعني مرة قال في مؤتمر قال محمد، شو إيه محمد؟ محمد ساعي بريد، جاب رسالة من فوق تحت، ما في شيء جبرك أن تؤمن بمحمد. أنا جبت رسالة قارن نفسه بمحمد عليه السلام. قام الرجل عجوز قال ما أتاكم الرسول خذوا ما أناكم، هذا كتابك الأخضر مزقة. وهذا الرجل عجوز اختفت أخباره، ما حد يعرف وين صار. لا قال به الله ولا القرآن ولا الإسلام. الإسلام فهم غلط، فسر غلط، وتحول إلى خلافة، والخليفة تحول إلى إمبراطور، وتحول إلى 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 متجبر ومتكبر، وتحول إلى دكتاتور وفي يد السيف، وكل رقابنا تخضع للخليفة، والخليفة يملك الأرض ومن عليها، وملكة إيمانكم فسروها إن اللي يملك شيء يأخذه، ومثنى وثلاثة وأرباعة فسروها حتى هم بهذا الشكل، وهو في النهاية الزواج بواحدة فقط في القرآن، وتركوها وقالوا مثنى وثلاثة وأرباعة. وهذه التفسيرات كلها خلتنا ما نستفيد من الإسلام. يعني هو الرجل انغر غرور قاتل حقيقة، يعني بحيث كل الناس اللي حوله فقدهم، وصاروا حول ناس يعني للمرحلة الأخيرة هم أقاربه، وذول الناس يعني عملوا اقترفوا جرائم أكثر منه بكثير. نعم، هذه بناء شخصية القذافي. يعني أقول لك يعني للقذافي حارسات شخصيات. نعم. يعني اختار النساء بدل الرجال، وتقدر عددهم من 300 إلى 400 أو أكثر. نعم. تركيبة هذا الشخص، لماذا نساء حارسات والرجال لا؟ القذافي طبعا حوله موجود ثمان حارسات إن الأساسيات. الأساسيات نعم. وذول طبعا أنت راح تجريني على كلمة اغتصاب النساء وكذا. طبعا اغتصاب النساء طبعا هو كان وقيل نعم. أنه كان مشهورا فيها، لكن نعم. بالنسبة للشخصية البارزة للحارسات بالضبط. نعم. طبعا هاي طبعا منظمة تنظيم سري اسم الراهبات الثوريات ذني دخلا في هذا المعمعة، يتم اختيار مواصفات خاصة وليهم رواتب عالية جدا. هل ممنوعات من الزواج؟ ما يتزوجون خاصين إليه يعني. يعني خاصين كيف يعني؟ وطبعا هو يختارهم، هو يختارهم كيف خاصين يعني؟ يعني خاصين إلى شخصيا يعني؟ شخصيا إلى ما حد يقدر يتحارش فيهم يعني حقيقة يعني. وهن طبعا عدن مهمات، يعني من ضمن مهمات اختيار نساء إليه لاحقا يعني. وهاي الراهبات الثوريات تم اختيارهم، كان عندنا في ليبيا منظم مؤتمرات سرية، مؤتمر الناصرين السري 4 مرات حصل في ليبيا، كان يختار من الناصريات أو القوميات اللي يجون، طبعا ذن يعتبرهم جاهزات للعمل السياسي، اختار عراقيات وسوريات لبنانيات، كان يركز على لبنانيات كثير، وحتى اختار افريقيات يعني من ضمن الراهبات، بس ذن ما يطلع بالإعلام، بس ينفذن الأمور اللي يطلب منهن يعني. يعني تعاملهم كان يعني تعامله مع الحارسات الشخصيات. الحارسات الشخصيات طبعا أيضا عندهم بناء هرمي يعني، في واحدة مسؤولة عليهم وفيهم ضابطات بدرجات عسكرية، وفيهم ليس ضابطات، الغير ضابطات ما يطلعون بالإعلام، ما تشوفهم يعني.